السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحتي الغذائي. اليوم إن شاء الله سنتطرق وسنتحدث عن أضرار الكركم بعدما تكلمنا وتحدثنا سابقا في فيديوهات سابقة عن الفوائد القوية للكركم على صحة الإنسان. إذن كما هو معلوم فالكركم أخواتي إخواني هو أحد أنواع الأعشاب الطبية الرائعة والقوية التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، ويطلق عليه اسم التوابل الذهبية أو الزعفران الهندي. والكركم أخواتي إخواني يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على علاج العديد من الأمراض، وهي المادة القوية والرئيسية والعلاجية في الكركم، وتعمل كمسكن أي مادة الكركمين للآلام وشفاء الجروح. وعلى الرغم من فوائد الكركم العديدة والقوية، إلا أن الإفراط والإكثار في تناوله له أضرار حتمية وكثيرة يجب أن ينتبه الشخص إليها. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على هذه الأضرار على مختلف أعضاء الجسم المهمة، وكذلك كيفية تجنب الإصابة بها. قبل التحدث أخواتي إخواني عن أضرار الكركم على أعضاء الجسم، فسنبدأ بالتحدث عن الكمية الموصى بها من الكركم. فإنه يجب عند تناول الكركم أخواتي إخواني الأخذ بالاعتبارات التالية، حيث عندما يتناول الشخص الكركم يجب أن يميل إلى الاعتدال ما أمكن في تناوله، مثل باقي البهارات والتوابل الطبيعية الأخرى وكذلك الأغذية، وذلك بصفة عامة. فمثلا إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكركم، فيجب الحرص على تناولها حسب الإرشادات المذكورة على العبوة وهكذا. ويكون من الأفضل أخواتي إخواني ألا تتجاوز الحصة اليومية التي يقوم الشخص بتناولها من الكركم هي 2.5 غرام في اليوم. الآن ما هي أضرار الكركم على القولون؟ على الرغم من الفوائد العديدة الصحية والجمالية للكركم التي ذكرناها في فيديوهات سابقة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في أضرار للقولون، كما يتسبب أيضا في الكثير من المشاكل الصحية الأخرى. هل يسبب الكركم الحصى في الكلى؟ فالكركم أخواتي إخواني يحتوي على حوالي 2% من مادة الأوكسالات، وهي عبارة عن مواد تزيد من فرص الإصابة الشخص بتكون الحصى الكلى، حيث أن هذه المواد أي الأوكسالات ترتبط بالكالسيوم الذي يوجد في الجسم لتكون حصوات يصعب تفتيتها في داخل الكلى. الآن ماذا عن الكركم وتحفيز الإصابة بنقص الحديد؟ قد يؤدي أخواتي إخواني الإفراط في تناول الكركم إلى تثبيط امتصاص عنصر الحديد في الجسم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلة نقص الحديد من الأصل أن يتجنبوا تناول الكركم بصفة تامة، كما يجب على الأشخاص المعرضين إلى الإصابة بنقص الحديد في الجسم محاولة التقليل من تناول الكركم بصفة عامة. ماذا عن الكركم ومشاكل لدى الرجال؟ قد يؤدي أخواتي إخواني الإفراط في تناول الكركم إلى الإلحاق ضرر بالخصوبة لدى الرجال وخفضها، حيث أن الكركم يساعد على خفض معدلات التستوستيرون داخل جسم الرجل، كما أنه قد يعمل على تقليل قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إصابة الرجل بالعقم. ماذا عن الكركم واضطرابات في الجهاز الهضمي؟ قد يؤدي الإفراط في تناول الكركم إلى إصابة الشخص ببعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، ومن أهم هذه الاضطرابات سنذكر أخواتي إخواني التهابات المعدة، والتي قد تتسبب في حدوث تشنجات وآلام في منطقة البطن، كذلك إمساك وغثيان، حيث أن المكون النشط الذي يوجد في الكركم وهو الكركمين قد يؤدي إلى حدوث تهيج في القناة الهاضمة، الأمر الذي يتسبب أخواتي إخواني في إصابة الشخص بالإمساك والغثيان. كذلك هناك مشاكل في حموضات المعدة، حيث أن الإفراط والإكثار في تناول الكركم يساعد على تحفيز فرط إنتاج أحماض المعدة. الآن ماذا عن الكركم وزيادة ميوعة الدم؟ فالكركم أخواتي إخواني له خصائص مميعة للدم كما هو معروف، مما قد يجعل الشخص الأكثر إفراطا في تناوله أكثر تعرضا لحدوث النزيف.
وفقد كميات كبيرة من الدم. لذلك يكون من الأفضل أخواتي إخواني للشخص الذي يتناول أدوية مميعة للدم أن يحاول أن يتجنب تناول الكركم قدر المستطاع، خوفا من حدوث نزيف، خاصة نزيف داخلي، وخوفا من الآثار الجانبية للأدوية المميعة. الآن ماذا عن الكركم والحساسية؟ على الرغم من أن تلك الحالة ليست شائعة، إلا أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية نحو بعض المركبات الموجودة في الكركم، وقد تظهر هذه الحساسية على صورة طفح جلدي أو انقطاع في التنفس. ماذا عن الكركم والتحفيز التشنجات الخاصة لدى المرأة الحامل؟ فالكركم أخواتي إخواني له خصائص مميعة للدم، لذا يفضل أن تتجنب السيدات الحوامل تناول الكركم أثناء فترة الحمل، حيث أنه قد يعمل على تحفيز حدوث نزيف، كما يرجح بعض الباحثين أن تناول الكركم أو الخرقوم بلدي بجرعات عالية قد يعمل على تحفيز الولادة وحدوث انقباضات في جدران الرحم. ماذا عن الكركم وسرطان الثدي؟ على الرغم من أن الكركم معروف بفوائده الكثيرة المكافحة لمرض السرطان، إلا أنه يجب على السيدات المصابات بمرض سرطان الثدي بالتحديد محاولة الابتعاد عن تناوله بجرعات عالية، نظرا لأنه قد يتفاعل أخواتي إخواني مع أدوية مرض السرطان. ماذا عن الكركم ومشاكل مرض الحساسية الغذائية؟ إن تناول الكركم المغشوش الذي يخلط مع الشعير والقمح يتسبب في أعراض سلبية لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة عدم تحمل الجلوتين، أو الذين يعانون من بعض الاضطرابات الهضمية الأخرى. كما أن بعض مساحق الكركم أخواتي إخواني قد تحتوي أيضا على ملونات غذائية مشكوك فيها، والتي يتم إضافتها من أجل تحسين اللون عند تخفيف مساحق الكركم بالدقيق. كما أن بعض المساحق الكركم قد تكون عالية في الرصاص، وهو عبارة عن معدن ثقيل سام له تأثير سلبي على الجهاز العصبي، مثل المعادن الثقيلة الأخرى كالأرسنيك والألمنيوم. ماذا عن مضاعفات أخرى للكركم؟ هناك أخوتي إخواني أضرار أخرى محتملة للكركم عند الإفراط في تناوله. قد يتسبب أخوتي إخواني الإفراط في تناوله في حدوث خلل في وظائف الكبد، وقد يؤدي كذلك إلى حدوث انخفاض في مستوى ضغط الدم، وكذلك في فرط تشنجات المرارة وفي غزارة الدورة الشهرية. الآن كيف تستطيع تجنب أضرار الكركم؟ يستطيع الشخص حماية نفسه من أي أضرار محتملة للكركم من خلال اتباع النصائح التالية. أولا أخواتي إخواني، تجنب تناول مكملات الكركم، حيث تحتوي مكملات الكركم أخواتي إخواني كما هو معروف على جرعات عالية قد تجعل الشخص يستهلك كميات كبيرة من الكركم بدون وعي، مما قد يجعل الشخص أكثر عرضة إلى الإصابة بالمخاطر التي ذكرناها سالفا. كذلك توقف عن تناول الكركم قبل إجراء العملية الجراحية. فإذا كان الشخص سوف يخضع لعملية جراحية، فيجب عليه أخواتي إخواني أن يتجنب تناول الكركم بشكل تام قبل إجراء العملية الجراحية بفترة أسبوعين، خصوصا إذا كان الشخص يقوم بتناوله على شكل مكملات غذائية مركزة، حيث أن ذلك قد يسبب له حدوث نزيف خلال وبعد العملية الجراحية. ما هي الفئات التي يجب عليها تجنب تناول الكركم؟ هناك بعض الفئات التي يجب عليها الحذر والحيطة أثناء تناول الكركم، حيث قد يتسبب في زيادة أمراضهم سوءا إذا تم تناوله على شكل مكملات غذائية عالية التركيز. ومن هذه الفئات الأشخاص الذين يعانون من داء السكري، كذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم، كذلك السيدات المصابات بأمراض معينة مثل مرض سرطان الثدي، كذلك ألياف الرحم وبطانة الرحم، كذلك الرجال الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، كذلك الأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتجاع المائدة المريئي. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.